السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في الحلقه رقم 20 الاخوان. ضربنا دو تيير من هذا التحدي ديال كل نهار حلقه لمده 30 يوم، وانا عارفكم بزاف منكم كيسولنا وشنو غيوقع مورا 30، ما عرفناش الصراحه. مهم اليوم غادي نجيو بخمسه الماتشات، خمسه الماتشات كيفاش هذا ناس. انا غنشرح لكم البلان الاخوان، كاينين منهم اللي غنديروا لهم محاكاه سريعه، ولكن محاكاه سريعه هذه المره غادي تكون في شكل ما غاديش نخليو ان الفرقه هي تحكم في النتيجه، غادي نلعبوا حنايا اللحظات اللي هما مهمين في الماتش باش اننا نكونوا سير اننا غنمشيو نربحوا هذه الماتشات. وعندنا ثاني ماتش مع مانشستر يونايتد في الكاراباو كاب، هذا الفريق هذا اللي مابغاش يقلنا عليهم الاخوان كيف ما شفتوا في الحلقه السابقه، واللي مازال ما تفرجتش فيها غادي تلقى ليا هنايا، غنطيحوا معاهم في الدور الثمن الاخوان. كيخصنا اننا نحسموا في هذا الجدل هذا ديال علاش ما مشيتيش لمانشستر، علاش بقيتي في بيرلي. اليوم إذا ربحنا فهذا هو الخيار الصائب، يعني أننا كنفوزوا بكأس، هي ماشي كنفوزوا بها ولكن كنفوزوا بأننا باقي مشاركين في هذا الكأس هذا، فغادي تكون شي حاجة هي زوينة إلا مشينا ربحنا. قبل ما نبداو الفيديو الإخوان، الرجولة بالرجولة ما بقى لنا والو على 140 ألف أبوني، فعلاش ما نكملوهاش قبل من الحلقة ديال غدا باش أنكم تعطوني واحد الموتيفاسيون باش نكمل معكم 10 أيام الأخرى. وثاني حاجة، جبت لكم واحد الجروب تيليجرام اللي كتعتبر ما بين أحسن لي جروب تيليجرام في المغرب، فهما غيعطيوكم التوقعات ديالهم بالنسبة للباغي سبورتيف باش ديروا الرهانات ديالكم، فإلا كنتي مهتم بالأمر غتلقى لي في الديسكريبسيون واول كومونتير. اذا بدون مقدمات الاخوان، وغادي نمشيو مع الماتش ديال بيرلي وفولهام. هما عندهم 13 نقطه وحنا 10 نقاط، يعني كيتعتبر ماتش مهم. بما انني ديجا لعبت معاهم فما غنديرش لي محاكاه سريعه، غندير لي العب ابرز احداث الفريق، يعني غنمشيو نلعبوا غير داكشي اللي غادي يطرى مهم في الماتش باش ما يخسروناش. اوكي يلا الدراري، اوكي كيدخلوا نورمال بحال هكا، بلان اوكي. اذا انطلاق المباراه، علاش انا ما لعبش؟ كيديونا نيشان اللحظات اللي هما اوكي. انطلاقه فرديه من بيرلي دقيقه 80، ويلا نولي راسي راس بوطو، غادي زوين تشد سير. غنماركيو الاخوان، غنماركيو خويا في عوره بحال هكا، ضرب هنايا ليتس جو، شي زوين الدراري. ويلي ويلي الله، ناري بيلانتي دقيقه 10 فينا نتلاح، ضلنا الدراري غادي نتلاح في الجهه اليسرى، ان شاء الله الجهه اليسرى. ميرد، اذا كيعدلوا النتيجه واحد لواحد في دقيقه 10. غنبقى نلعب بحال هكا مزيانه، هذه احسن من المحاكاه الصراحه. كيكوفر عليهم دابا، دابا انا نقدر نلعب بفرقه نقدر نلعب بفرقه كامله، فرقه كامله. حيدوا، خرج طياره. اوكي ليتس جو، حيدناه. اوكي هجمه اخرى من عندهم، دقيقه 39، ما يعرفوش زلق كاين، صافي اقتطاع كاين، ناضي الدراري راه مترينين لاعبين في الشامبيونز الاخوان. انطلاقه فرديه من بيرلي 44، يا ربي نكون انا. ويلي عاوتاني راس باطو، سير يلا دنيس يلا دنيس يلا دنيس يلا، ما يشدكش تير هي ليتس جو بالتالي. والله حتى هادشي واعر، هادشي ناضي الاخوان. اوكي مزيان، تنديرو حتى مجهود حتى مو غادي تنهاركي. انطلاقه فرديه من فولهام، يا ربي السلام. اوكي عندي لعاب واحد اللي واقف عليه، زيد ما يعرفش تمترينين الدراري، اسمحوا لي ركنية لصالح فولهام في هذه اللحظات. حيدوها موريتش في هذه اللحظات، وليتس جو الدراري كنربحوا هذا الماتش 2-1، هذه مزيانه، وكنماركيو جوج تبيوت، كنحرصوا على جائزه افضل لاعب. يا سلام، الله يتهدك، كون عرفت هذيك كنت كديرها بشحال هذه. وكنطلعوا المرتبه 11 بالراسي ديال 13 نقطه، ليتس جو الدراري تحت من فولهام حتى هما 13 نقطه، مزيانه اللعيبه اللي درت. هنا مباراة العمر الاخوان، هنا مباراة المرتقبة ما بين مانشستر يونايتد وبيرلي من دور 16 في الكاراباو كاب. ليتس جو الدراري، خصنا نربحوهم، ضربونا الدراري في الدوري، خصنا دابا هاد الماتش الدراري نبينوا لهم شكون حنا. وبطبيعة الحال ما غنديروش محاكاة سريعة، وما غنديروش ابرز الاحداث، ما غنديرو حتى شي حاجة، غنلعبوا هاد الماتش حيت ماتش مهم الاخوان، لان على بركة الله. اوكي يلا دنس، اليوم خاصك تكون في الموعد، اليوم برو، اليوم خاصك تبين لهم باللي راه حنا درنا الاختيار الصح، اليوم خاصك تبين للناس راه حنايا ما جيناش وريحنا في بيرلي، حيت عارفين ان ممكن اننا نحقوا معاهم بزاف ديال اللعيبة. ليتس جو، حنا اللي مدخلينهم، عندنا افونتاج ديال التيران، لاعبين ادوميسيل الاخوان، شي حاجة اللي زوينة اننا نربحوا قدام الجماهير ديالنا. مهام المباراة كيخصنا التسديد على المرمى، تمريرات هجومية وتقييم المباراة. اوكي غنحاولوا نديروا هادشي كامل الاخوان. اذا على بركة الله، انطلاق دور 16 من الكاراباو كاب. اول هجمة غادي تمشي من سانشو عند فرنانديز، سانشو من جديد. يا سلام، اش هاد اللعبه هذا، تشيك وكيخرجها خارج الاطار. هي دايزلك في الكولوار، عاود جيبها هنايا، سير دوز باس طويل، ماركي
ماركي سانشو عند تشيك من جديد. يلا السيد وقف عليه وقف السيد. وفارير ماتش غيكون صعيب ماتش غيكون صعيب انا عارفه. تفقسونا الله يحفظكم متفقسوناش هذا الماتش هذا. الحمد لله فاريل شكرا فاريل. انت بديتي كتقلق فاريل انت بديتي كتقلق مش تقلق. او ماي جاد زيد اوكي مشو نجيبو هاد الكره هادي عوجه هنا. يلا دانس يلا دانس شوف خصنا ضروري نمشيو للماركيو العب انا وياك وندوز ليتس جو. اوكي تشكينا من هذا تشكو من الثاني ليتس جو. يلا شو الباص يلا على الباص ليتس جو. الزر كان معانا والله الا الزر اللي كان معانا في هذا البيت هذا. شوف كنت ماركا علينا ما كناش غنماركيو البيت. كمان الحمد لله باص زوين وعلى بغي يسقل الصراحه. جيب هنا حطها هنا ليتس جو دوز يلا. اوكي غنمشي بها انا الدراري ليتس جو يلا. واه يلا الدراري ما يعرفوش يلا الدراري كمان يلا الاخوان كيلعبوا كوره كيلعبوا ولاد الحرام كيلعبوا. غي ماركي الدراري جاب الله ما حدش الباص. الدراري شي واحد يعوج لينا هنايا نسكو باص زوين هذا. سير دوز كمان يلا تماركي ان شاء الله تماركي. باقي من بعيد الاخوان. ليتس جو على بيت يا سلام. كاول الدراري كمان ديري منين شبرت عليها. شد البيت يا سلام انتما شو خاوية في عامرة بعيدة ما عندهم يشد فادخية. كمان جوز زيرو الحمد لله اللي ما تماركوش دوك البيوت في الاول الحمد لله. اوكي قطعة شو لا جرينتا الاخوان زيد دري خصنا نماركيو سيزو. ولكن كيفاش غنماركيو خصنا نتبلاصاو مزيان لبغينا نماركيو سيزو. زيد هنا زيد اوكي تشيري صافي دقيقة دابا غيسيفلي الاربيط اصلا. اوكي سيفلي الاربيط كتسالي الميطة الاولى بجوج الزير خرجنا ميطة واعرة الله نبقاو بحال هكا في الميطة الثانية ميعرفوش. اوكي شوف فين كنرجعو كنجيبو كورة شوف الاستخلاص ديال الكورة كيدير. يلا دابا خصنا نهربو سير دناس وسط ربعة كي غدير اخويا ما عرفتش فين نوقف. اوكي علاش ما تيريهاش هذا علاش محطه ليا علاش ما لقيت اللي خاصه محطه ليا كره ما كيحطهاش لقيت اللي خاصه يتيري وما كيتيريوش ناري هجمه مرتده وباور شات وفاريل بوم ماتش فاريل صراحة. شوف ملي كدير بوم ماتش راه كنعترفوا لك ملي كدير شي ماتش عيان راه تنقولوا لك راه اخويا راك غفرتي هذا الماتش. اوكي كيدخل وين ما نخليهمش زيد لا 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 كاين يلا الدراري ارمي نجيب الكره الدراري ديالي هذه ديالي غندوزها بحال هكا دوزوها ليا ماما دابا غياخذوا بيت صافي شي ماشي دوزوها ليا ماما دابا غيكفنهم. يلا اوكي يلا تقعد حتى هما ما كيعرفوش يلعبوا شغل اللي وين. يلا انتما كنفرقوا معاكم كنحطوا لكم كواري دوزها هنايا دوز شو كيدير الكتار من الزروي تيزا شيري دقيقة 62 واش غنبقاو شادين في هاد السكور هذا ولا غادي يعدلوا النتيجة. اوكي فرنانديز خطير ولكن تدخل الدفاع شوف كلشي راجع رجع ما تخليهمش مات صعيب دقيقة 79 هجمة مرتدة من تشيك كتمشي عند انطوني تشيك من جديد نو ما تقولش لي التعادل من سانشو حيد كرة ضربها صاحبي دير شي لعيبة. لا يا ربي السلامة كازيميرو كتمشي بعيدة دقيقة الدراري الله يحفظكم ميت ماركاش رجع الدراري معاهم الدقيقة الأخرى يا ربي السلامة سيف لا الأربيط ناري ماشي سيف يقول طالع يا ربي تحفظ حيدوها ليتس جو كاينة فارين ليتس جو كنتأهلو بيرلي هي اللي كاينة يا مانشستر يونايتد كلشي نعم كنت تقصنا في الكاس. اوكي ليتس جو كديو راجعو للمباراة بطبيعة الحال وكنديرو جوج ديال المهام اللي هما تقييم ديال المباراة والتمريرات الهجومية ما درناش تجديد على المرمى سي نورمال كنا كنحطو في الباسات هاني ماشي مشكل ليتس جو الدراري. ودابا
عندنا ماتش مهم مع بلاك بيرن اللي هما عندهم 17 نقطة وحنا 13 نقطة، وكيف ما كتشوفوا هما في المرتبة السادسة، يعني فريق يلا طالع من دوزيام ديفيزيون وكيوصل لهاد المرتبة هادي، يعني راه فريق قوي، يعني ما خصناش نديروا ليه محاكاة سريعة وداك الانماط اللي في شكل خصنا نلعبوا هاد الماتش هذا باش نمشيو نجيبوا 3 بوان تخلينا نطلعوا ان شاء الله في سلم الترتيب. وكيف ما كتشوفوا كيدخلوا لنا بالتشكيلة ديال 5-2-1-2. ليتس جو. اون بليس دو سا راه هو ماتش ديربي الاخوان، يكون فيها المباراة مشتعلة وقوية جدا، لكن ان شاء الله غادي نجيبوه. هنايا الانيماسيون ما يطراش هادشي، ما غيماركيوش حنا اللي غنماركيو بيان سور. ما تقولش لي انا الدراري، تيفو ديالي الدراري، تيفو ديالي طلع. اذا على بركه الله بيرلي بلاك بيرن روفرز منا البريمير ليغ، كمان ما خصناش نخسروا في الديربي ضروري، ما خصناش نخسروا فيه خويا زيد هنايا. اوكي سير في حالك، سير في حالاتك اخويا، سير سير اخويا سير، اش باغي؟ ما غاديش تمشي في حالاتك، سير اخويا سير بعد سير. ليتس جو الدراري، هنايا باور شات. اوه ليتس جو، يلا سي شي واحد يعاوننا الدراري، شي واحد يعاونني كمان باور شات. اوت ويلي 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 شكون غايش ماركا؟ رجعوا البوست ديالنا. سيزيتش كاينه سيزيتش، كمان خليني ندوز الدراري. ليتس جو نقيله اللي يكون ماركيتا، ما مشاتش بعيده والله، ما مشاتش بعيده الاخوان. هنا كيخصنا اننا ندافعوا بشكل جيد الاخوان، يلا يلا يلا. اوكي كاين السيد، السيد هذا ما عرفتش منين خرج لي هذا السيد هذا، وحق الرب واش درنا انتقال والله ما عارف. تجيب لنا راجل كبير للفرقه اخوان، يلا الاخوان يلا الاخوان، نحيدوا الكره ان شاء الله، نحيدوها نحيدوا ليه، نديروا نحيدوها نديروا نحيدوها نديروا نحيدوها. ليتس جو حرام يسقل لي هذه، الله يتا حرام يسقلها. كمان الدراري كمان كمان، لا 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 ولا 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 كاين فارين. يلا الدراري شوف شوف هاد الكره هذه، انا الاول ان شاء الله، انا الاول مش انا الاول. اوكي نرجع نرجع حتى هادو الشوب داك دار لنا واحد الضغط خايب شويه. اوكي فهمتي انقطاع جيد، دوزوا لينا دوزوا الاخوان. تيري يلا تيري ليتس جو، حتى شي كره ما كتجيني هاك واقف هكاك في البوست ديالي، ديما خاصني نخرج نجيب الكواري ضروري. اه شحال زقلنا راه ما يمكنش الاخوان، واحد الوقيته راه صافي راه خاصك تمارك. يلا الاربيط سيف لي اخويا، صافي صافي الله يجعل شي بارك. الاربيط علاش كتبقى تزيدو من وقت هكاك فابور، راه ضربات 46 راه صافي راه ساليت. او ماي جاد او ماي جاد، ديري عطهم كورنير اخر. اه هو يجي البيت، غيجي البيت بطبيعه الحال، غيجي البيت. شو الدقيقه 48 هو زيد دقيقه الاخوان، ما يمكنش هادشي. تل دابا عاد تسيف سير الله ياخذ فيك الحق. خاصنا الميطه الثانيه نفيقوا شويه، مابقاوش نسقلو، يلا مابقاوش نسقلو قلنا مابقاوش نسقلو. باور شات يلا، كلشي ضاغط الدراري، 3-1 3-1. او دوزها بحال هكا والله الا حرام، وحش ولا 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 1-3. يلا سير سير اوكي هكا برو، يلا جيب ان دو لعبوا ان دو لعبوا لعبوا، خصنا ندوز خصنا خصنا ندوز خصنا ندوز انا الدراري. ليتس جو ليتس جو ليتس جو، السونتر عاوتاني جايبين لي والله الا اخوان، ما بقيتش باغي نشكر راسي. صافي صافي او على باس، ويلي على باس اللي انا نطلعو ويتمارك عليهم، وانا نطلعو ويتمارك عليهم. انا لاعب انايا قاش قاش الخوت ولا كيفاش. اوكي مزيان هادشي، جيب هنايا باور شات الدراري، دابا باور شات. وات ما بغاش تخشى ليا اخويا، ما بغا ناري منين داز، ناري على باكيه ناري. يلا راجعه باور شات عاوتاني. استحليت هادي عجباتني واعر، جيب شي باور شات زيد زيد زيد. انا غندوز، شوف ناري ما تحطش ليا، ناري ما تحطش ليا، يلا يلا دوز. وات بزاف على هاد الزر، وبزاف بزاف باور شات دابا والله حتى الماركيا بالرب. اجي اجي اخويا اجي، صافي حقد دابا دابا حقد، دير نسبك حقد، غادي نمشي بحال هكا، غادي لا دي خاويه في عمره. داكشي اللي كنعرفو ندير، داكشي اللي كنعرفو ندير، داكشي اللي كنعرفو ندير. دوز يلا دوزها سونتري باكي. يمكنش هاد الفريق هذا شحال عنده ديال الزر، دقيقه 80 الدراري واش غيماركيو علينا؟ او غيماركيو غيماركيو في الدقيقه ماركيوش. كاين فريق اخويا كاين، قدروا يكفنونا الدراري، قدروا يكفنونا بيان سور غيكفنونا. اه يلا الدراري 88، تخيلوا ماركيو في هاد اللحظه، تخيلوا اه تخيل تخيل زيد هنا. ليتس جو دوز نتايا، يلا جيب هنا عاوتاني. ليتس جو باس طويل، يلا مارك ولا عاود رجع لي، رجع لي رجع رجع. ليتس جو يلا ليتس جو ليتس
Let's go. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means nothing to prove. But in the dark it started. سيف شحال زقلنا الاخوان، شحال زقلنا، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. وصافي واحد اللحظه راه خاصك تخشعي. ريبيت في اخر لحظه 10 اهداف من 10 مباريات، سفاح الدراري. صافي سيف الاربيط لحظه 94 راه ضربات 94. الله يحفظك لمسيفلي، المهمه ديالك لمسيفلي. سيفلي باقي ما باغيش سيفلي. رجع حيد كورة. اجي عندي نقول لك لا حيد كورة. حيدو كين سيفلي. ليتس جو. هاتريك الاخوان مره اخرى، كمان رجل المباراه بالتقييم ديال تسعود. او تنديروا المهام بثلاثه الاخوان، ثلاثه التمريرات الهجوميه المراوغه الناجحه وتقييم المباراه. دابا غنمشيو مع الماتش ديال الفايكينغ، كنا ديجا لعبنا معهم الدراري، ما كناش اننا نعاودو نلعبو معهم الروتور. فكنظن ان هذا الماتش غندير ليه محاكاه سريعه الاخوان، مهما ان احنا الاولين حتى لا خسروا ولا شي حاجه في الماتشات الجايين نلعبو غندير ليه محاكاه سريعه. كنظن غادي نربحو هذا الماتش هذا، يعني ما عنديش فيه شك صراحه الخوت. واحد لواحد كنحافظوا على المرتبة الأولى ب 8 نقاط، وتحتنا نونت ب 6 نقاط، ثالثة فايكينغ 5 نقاط، وأخيرا بوزنان ب 2 نقاط. دابا عندنا ماتش مع نيوكاستر الإخوان، فريق كبير جدا وعنده 12 نقطة وحنا 16 نقطة. هذا الماتش غادي نلعبوا الحاجة وحدة، وهو أنه كيف ما كتعرفوا في الإف أي كوميونيتي شيلد كنا لعبنا الفينال وكنت مصاب وما لعبتش هذا الماتش، وبقى فيه اليوم مباراة رد الاعتبار والانتقام من هذا الفريق اللي حرمنا من هذا الكوب هذه. فليتس جو. اوكي، اذا مهام المباراة التسديد على المرمى، تمريرات هجومية وتقييم المباراة، غنحاولوا نديروا شي حاجة زوينة. ليتس جو. اذا على بركة الله هنا من جيمس بارك ستاديوم، ليتس جو الدراري مع الماتش. والله ما بقيت عارف شمن ماتش هذا الدراري، نقولوا نلعب عجبتني اللعبة وبقيت مقصر الصراحة. اني مونتاج ما على باليش، من بعد نشوفوا المونتاج. صافي دابا انا مرتاح واخذ الراحة ديالي، نستمتع معاكم. والله لا هو البليز امبورتون، والله العظيم مزيان هادشي. واي حمراء هذه، خصو يعطيها حمراء. ويلي على صفرا، ودرتي انا دابا كنعطيني حمراء. قال قدام انا فهمتي، فيه ما يرجع. صافي خليهم هما كيتقاتلوا تما، كنعرفهم كنتاك فيهم انهم غيحيدوا كره بطبيعه الحال. نطلع الفوق اللي كانت شي هجمه مرتده شي لعيبه فهمتي، مشيت غير ماركي فهمتي، خاصنا ما ماركيوش عليهم، مشيو حتى ماركا ونوليو بحال السريع فهمتي كيفاش. يلا قطع هذيك الكره باش نطلعوا ان شاء الله. باش واش انا الاول باذن الله، انا الاول يا سير خويا الزين. دوز هنا، اوكي باس طويل هذا زوينه، ودا ناس كيمشي في الكولوار، ودا ناس كيمشي في الكولوار. ليتس جو نقيله الدراري. نقيله اليوم ما بغاتناش. زيد هنايا غادي نحطوها لك دابا. اوكي مزيان اوكي شي تسديده من هنايا. وين البيوت كمان، وين رب العالمين شد البيوت، شد البيوت الدراري، شد البيوت الدراري. شوف على هاد البيت، الاخوان اسمح لي خاصك تابون على هاد البيت. واش غتشوف هاد البيت فشي بلاصه اخرى الاخوان؟ اسمحوا لي الدراري. نو غير معقول هاد البيوت الاخوان، غير معقول. صافي انا دابا نقدر نخرج من الماتش. صافي انا ماركيت هاد البيت، طلعت نخرج من الماتش عادي، ما عنديش مشكل. شي خسروا كاع هادي، ليتس جو. ما يخسروش اهي هادي الدراري. الله يتهاني دوروا شرينا كورة كتمشي على الصا ماكسيما تورن كورت. الله يا ربي السلامة. حيد داك السكسو ولا ماكسو، ما عرفتش سميتك. حيدوا الكرة، حيد. اوكي وقف شوف، غير وقف عليه، ما تخاف ما تدهش. غير يدور في كرة في الاخر غيعطيها لينا فهمتي. ايزي، غتضرب في البارة وغتخرج. ديروا النية. مزيانة مزيانة، هذا غنخدموا بحال هكا الدراري. الله سير اخويا تقدا سير. هذا داناس مشى خاوي في عمره في حال هكا، وتيري وليتس جو. صافي. خوت هادشي راه غير معقول، هادشي الدراري كمان خاوي في عمره تيدور بحال هكا تيصلي. هذاك بعد درحتو، هذاك صيفطتو، هذاك مشى نيوكاستل ما عرفتش فين مشى. اذا كتسالي الميطه الاولى بجوج لواحد الاخوان، مزيان هادشي مزيان، خاصنا نطلعو على الاقل نشاركو في اليوروبا ليغ. المهم الا ما ديناهاش ولا شي حاجه فهمتي. اوكي باس زوين هذا، ودا ناس غادي يشدها وغيجبد عليها من هنايا
مرة صافي ما بقيتش عارف شنو غنقول وما يمكنش هاد الشيء وما يمكنش هاد البيوت ورا ما يمكنش هاد الشيء راه فيفا هادي دانا السينيو الاخوان دانا السينيو هنايا يقدر يشيل بالتالي يقدر الحمد لله ما فاش بيلاتي الحمد لله غيخرجوها والحمد لله غترجع صا ماكسيما والحمد لله غيتشيري والحمد لله فاري غيشد يلا الاربيط سيف للاربيط نسيف للاربيط والسلام عليكم هاتريك مرة أخرى كمان الدراري ثلاثة اللي عليا راه تنديرو والله الا اللي عليا تنديرو كمان الدراري هاتريك مرة أخرى تنديرو المهام بثلاثة كلشي درناه انا بغيت نشوف الترتيب اخويا بغيت نشوف الترتيب درنا شي حوايج زوينين هاد النهار هذا ما بين 8 الاولين الاخوان بالرصيد ديال 19 نقطة فارق 7 نقاط على مانشستر يونايتد المتصدر ب 26 نقطة كمان الاخوان ثاني في قائمة الهدافين بالنسبة للبريمير ليغا تحت من خيسوس ب 14 بيت وانا 13 بيت من اصل 11 ماتش وبهذا غادي تكون سالات الحلقة ديالنا ديال اليوم درنا بزاف ديال الحوايج لعبنا في بزاف ديال المسابقات درنا بزاف ديال الماتشات استمتعت الصراحه انا بعدا الدراري خديت اليوم بليزير اليوم قلت شوف ينعلبوا شي كانت انت الدراري اليوم غادي نلعب فور فان صافي هادشي اللي كاين الاخوان فوالله الا استمتعت الاخوان الحمد لله حصينا مانشستر يونايتد طلعنا في سلم الترتيب بالنسبه للدوري وحنا راه الاولين بالنسبه للكونفرنس ليغ يعني شي حاجه اللي هي زوينه علاش باش الحلقه خويا الزين ما عليك الا شوف خليك انت اخويا تحكم انت تكلف ما بقى لينا والو 140 الف الدراري هاد المجهودات هادو كنتمنى انكم تاخذوهم بعين الاعتبار هذا طلب صغير كنطلبوا منكم هادشي اللي كاين اوكي تنبغى نقول لكم وهذا دينيس وشكون يشدو ما كاينش ليه يشدو خويا الزين تهلا